انت ابتديت هاني ابتديت في مجال ملوش علاقه بالرياضه؟ اه بدات سنه 2008 وانا في الجامعه لسه برنامج اسمه اسمعونا برنامج اطفال بس هم كانوا جايبيني عشان شكلي طفل فانا كنت صغير قوي وقصير وكل حاجه يعني فكانوا جايبيني باعتبار ان انا واحد من الاطفال اللي بيقدموا البرنامج للاطفال فكنت في الجامعه ساعتها لسه فبدات برنامج اطفال بس بعد كده اول ما اتخرجت اول شغل ليا ثابت يعني كان صحافه في الجول وراديو الشباب ورياضه فاشتغلت رياضه من بدايه ما اتخرجت يعني انا ابراهيم فايق قبل كده حكى لي على يعني حاجات كتيره اشتغلها يعني ما فيش حاجه ما اشتغلهاش تقريبا لا الحمد لله اللهم لك الحمد كل حاجه انا مقفل اللعبه ايوه بس انت ما بعتش برامج الكترونيه و يعني ما لا ما عملتهاش دي في حد بيبيع برامج الكترونيه قاعد معانا امال لا فعلا اول حاجه اشتغلتها في حياتي مصحف الكتروني وكنت حريف ولعبت صح اللعبه صح رحت عند واحد صاحبي اهله العيله كلها متدينين جدا جدا كلهم فدخلت عليه قلت له بقول لك انا عامل لكم اوفر عالمي قال لي ايه قلت له هدي لك 30 مصحف الكتروني وعليهم 10 هدايا فقال لي يعني 40 قلت له وممكن يزيدوا كمان بس بيع لي لكل الناس في العيله مش العيله تاخد واحد انا عايز الراجل والست والعيال يعني العيله كامله فاقنعهم دخلهم دخل يا جماعه هو بيتباع بكذا والراجل هيعمل لنا اوفر لا انت كماركتنج عرفت انه ده جداً. العيله دي يعني هتعليني على يعني قلوه حلوه قوي وده اللي حصل بعت تقريبا حاجه و50 لعيله واحده فطبعا لما رحت الشركه افتكروني بشتغلهم انه ده الشركه كلها بعت 4 انت بعت حاجه و50 ازاي يعني بقيت مدير على ناس ضعفي في السن بسبب المصحف الالكتروني انا كان عندي 16 سنه دي كانت اولى جامعه وعينوني او رقوني ان انا ابيع لابتوبس بعدها يعني بما انك شاطر في الصعب ده فخد بقى الاصعب شويه فبقيت بتارجت نفس الفكره انه اي حد من صحابي اهله عنده شركه او مصنع او بتاع بقول له انا عايز نمره ابوك عايزه ليه يعني عندي عرض ليه كويس قوي قوي وهفعكوا يعني شاطر والله شاطر جدا وعملت كده فعلا وبعت كتير جدا بعت كتير جدا يعني بسبب اصحابي اللي هم عندهم برايفت بيزنس يعني ومنها ازاي فاتتني دي صح ده شكل انا بياع مفيش شغلانه ما اشتغلهاش ايوه فاكر الحلقه بتاعت حضرتك انا اتفاجئت بكميه الحاجات اللي عملها في حاجات كتير وفي حاجات ما قلتهاش والله بس لا والله كمل دلوقتي قول يا ابراهيم اشتغلت كل حاجه انا اشتغلت كل يعني بخلاف الشغلانات بتاعتنا مراسل وفويس اوفر وصحافه وتشتغل ويبقى لك وتشتغل عند الله والكلام ده كله تمام اشتغلت الحاجات دي لكن في حاجات تانية طبعا انا مش عايز اقول اشتغلتها احنا مثلا كان عندنا محل بتاع ادوات كهربائيه فانا اللي كنت بشتري البضاعه وانا اللي بنزل السوق اشتري البضاعه بتاعه المحل بتاعنا وانا اللي كنت ابيع واشتري بعدين طقت في دماغي وانا في ثانويه عامه قلت ايه وماله منزل اشتغل كمان مع الصناعيه فبقيت اشتغل مع الصناعيه فانا عارف كل حاجه ليها علاقه بالشغلانه بتاعه الكهرباء المكان اللي هو بتحط فيه الفيشه دي ده اسمه عين العين دي عارف بتدق ازاي وتتكسر ازاي في الحيطه بس فانا عندي خبرات عظيمه في الحياه بتاخد بقى بس اذا كان كريم كان بياخد فلوس كتير في البتاع انا كنت باخد 30 جنيه في الاسبوع خالص لا يعني انت كنت باخد 30 جنيه في الاسبوع 30 جنيه في الاسبوع 300 جنيه في الشهر باين ولا حاجه كده 400 جنيه في الشهر ده انا كسب احسن منك انتوا كلكم ابتديتوا بدري ابتديتوا زي مع الحياه مش ابتديتوا رياضه كل واحد فيكم وانتوا في الجامعه يعني ما استنيتوش حد يديلكوا حاجه جاهزه مظبوط انتوا ابتديتوا كلكم سريع والتقيتوا في عالم الرياضه مظبوط نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك